السلام عليكم مشتركاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا ملاح. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم فيديو تاع عرضه صغيره دارها وليدي. قال لي ماما ديريها لي، ديري لي عرضه، عرضي لصحابي بمناسبه يعني كي جاب السيزيام. قال لي ماما ديري لي رشته، صحابي كامل يحبوا الرشته. درت لهم الرشته وحبيت نشارككم، يعني مجرد روتين برك. هنا كان عندي الدجاج بديت نحرجه وحبيت ندير لكم طريقه تاع رشته ثاني. كنت دايره يعني الحميصه وحدها، وكنت دايره المرقه تاع رشته وحدها هكا باش من بعد ما نبقاش نحوس عليها. انا هنا عندي البصل يعني رحيته في الميكسور مع اللفت، كنت متاكده يعني باللي اللفت مش راحين ياكلوها. حاولت نديرها لهم يعني هكا، ندخلها لهم في الماكله باش تجي بنينه. حطيت فلفل كحل، حطيت الملح، يعني هنايا كنت حرشت الطناجر في زوج بنفس الطريقه. قرفه حطيت يعني قرفه من وقرفه من، ملح فلفل كحل والزيت، قليتهم ودزت للرشته. الرشته هذه تاع الباكيات كنت درتها هنايا في الجفنه، يعني حطيت عليها الزيت. ديروا لها الزيت يعني باش ما تلصقش، توجور ديروا لها الزيت هاي ليك. وفتحتها يعني كامل بيدي. ما كنت راح نصور هذا الفيديو، بعد في اخر دقيقه درت في رايق قلت معليش، يعني وحده تحب تعرف سر البنه تاع الرشته. كاين بزاف لي يحبوا يعرفوا الطريقه، قلت علاش ما نشاركهمش بيها. هاي ليك هنا مرقت طنجرتي، حطيت لها اللفت، نقيتها وحطيتها هنا. ثاني مرقتها، مرقتهم في زوج بالماء سخون باش يغلوا لي بالخف. وملهي يعني كنت دايره طنجره، كنت رايحه ندير فيها الرشته باش تفور. هاي ليك غلات لي، درت الرشته تفور في كسكاس. رشتة عمروها يعني غير قيسها الفوار تعاود تولي تحبط، تولي كمية قليلة، يعني عمروا الكسكاس. هنايا الكوكوطة انا ما نغلقهاش يعني حتى ترفد الغلية، غير ترفد الغلية نغلقها. كيما على بالكم الحميصة تشد شوية طياب، ما كنتش مطيبتها من قبل، مش مختها برك وغسلتها وديرتها في الكونجيراتور. هاي لي كرشتة، شوفوا يعني شحال حبطت بالنسبة لوش كانت وشحال حبطت. هنا لافابور يعني ما خلانيش كامل نصور لكم، معليش. هاي لك هنا رشتة نحيتها، كنت نزرب وش نقول لكم، راح عليا الحال راجلي ما جاش بكري باش جاب الرشتة والدجاج. قولوا لي نوما متوجديها من قبل، نقول لكم لا غالب ظروف. حطيت لها هنا الماء، خلوها تفور مليح وديروا لها الماء والملح. هنا يعني كنت صفيت الدجاج بعد ما فتحت الكوكوطه، كان طاب وجد. هاوليك نحيته يعني من الكوكوطه، صفيته كامل باش من بعد نصيبو واجد، حطيته في بلا. هنا برك انا نحب نضيف في المرقه شويه قرفه بعد ما نحيها، واللفت ثاني نحيت. عباكم اللفت كنت متاكده باش حين ياكلوها، وصح ما كلاوهاش باسكو ما راناش معلمين ولادنا يعني باش ياكلوا الخضره. سبحان الله سقسيتهم عرض شحال من واحد كامل ما ناكلوهاش ما ناكلوهاش ما ناكلوهاش، يا ريتنا نعلموا ولادنا ياكلوا الخضره. هاك زدت لهم كامل شويه شويه قرفه، حنا العاصمين نموتوا على القرفه. زدتها من هنا. والكوكوطه حبيت نوريكم يعني طريقه كي تكونوا مزروبين، الكوكوطه فتحوا عليها العين يعني بالخف تخلص منها هذيك لافابور وتفتحوها هكا كيما راكم تشوفوا هكا، يعني سمسم يخلص لها لافابور. وكي حصلت عيطت لبنتي باش تعاوني، قلت لها ازربي حطي الفراشه تحطي الماعن. هاي اللي كان تعاون فيا، قلت راحي غسلي يديك بنتي وروحي عاونيني. هاي اللي كانت تحط معايا، يعني سبحان الله الطفله تصيبيها مسكينه ملي تكون صغيره، تصيبيها في الامور هذو حتى تكبر، يعني كيما يقولوا حبيبه يماها. هاي اللي كنا حطيت اللفت، حطيت الدجاج، وجدت لهم كلش مقبل. الرشته درتها هكا في سوبيار، عفوا قلت لكم الرشته المرقه باش كي يجوا يصيبوها واجده. هاي اللي غطيتها باش تبقى سخونه، واللفت حطيت لهم يعني طباسه. والرشته هنايا كانت شربت لي، زدت دهنتها يعني المره الثانيه. انا ما نديرش الزبده، ندير غير شويه شويه تاع الزيت باش ما تجيش تقهم. هاي ليك زدت فتحتها كانت شربت، يعني شوفوا شحال تشرب. وعاودت رجعتها تفور بطريقه عاديه كيما مال فين نديروا الرشته. هنا ثاني اصاله كانت تعاون فيها، قلها يلا بنتي ازربي ازرب. انا بنتي صغيره مسكينه عندها مزال قفلت 6 سنين، مي طمعت فيها مسكينه وعاونتني. هنا لي بابي قلت لها تعرفي تطويهم، قالت لي ايه ماما نعرف نطوي، وقالت لي خالته علمتني.
قلت لها والله ما كنت على بالي بلي خالتك علماتك ديجا السما راهي دارت فيك خير قبل مني نايا. وهنا صفيت الحميصه، زدرت العشيه قرفه، وكان كلش واجد بالزربه، وجاو الحمد لله فطروا وانطموا مع الجازوز مع الفاكهه، كتعرفوا خير ربي سبحانه الله ينعم عليا وعليكم. كان هذا هو روتيني خفيف ظريف. هنا لافابور ما خلاتنيش نصور، هايك الحميصه درت لها تاني تشيه تاع القرفه، وهاو اللي كان خديت لهم بعض الصور قلت لهم باش يبقاو لكم سوفونير، قالوا لي ايه معليش كلاو بصحتهم. نقول لكم هذا هو روتيني تاع نهار اليوم، اتمنى يعجبكم. قبل ما تخرجوا حطوا لي جام، والسلام عليكم بالبركه على دراري كامل جابوا سيزيام.